بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في خدمة دروس. درسنا لهذا اليوم بعنوان حد السرقة. سنتعلم في هذا اليوم بإذن الله تعالى على معنى السرقة لغة وشرعا، وسنعرف حكم السرقة، وسنتعرف على حد السارق، وسنتعرف على شروط إقامة حد السارق. معنى السرقة، معناها لغة الأخذ بخفية، أما معناها شرعا هو أخذ المال المحترم الذي يبلغ نصابا خفية من حرز مثله بلا شبهة. والمقصود بالمال المحترم الذي أذن الله سبحانه وتعالى باقتنائه، سواء كان من الأطعمة أو الألبسة أو المركب، وضده المال الغير المحترم كآلات اللهو والخمر. حكم السرقة، حكمها محرم، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. حد السارق، حد السارق قطع اليد اليمنى من مفصل الكف بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقال صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. فإن عاد إلى السرقة قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب، فإن عاد الثالثة فلا قطع، وإنما يحبس ويعزر حتى يتوب أو يموت. شروط إقامة حد السارق: يشترط لإقامة حد السرقة 6 شروط. أولا، أن يكون المال المسروق مالا محترما، فلا قطع في سرقة آلة لهو أو خمر ونحوها من المحرمات. ثانيا، أن يبلغ المال المسروق النصاب في السرقة وهو ربع دينار ذهبي، فلا قطع فيما دون ذلك. ثالثا، أن يكون أخذ المال على وجه الخفية، فإن كان مجاهرا بسرقته فلا قطع، لأنه يمكن التحرز منه عادة والاستعانة بالناس عليه. رابعا، أن يخرج المال من حرز، وهو المكان الذي يحفظ فيه عادة، ويختلف باختلاف الأموال والأحوال والأمكنة والأزمنة. خامسا، انتفاء الشبهة، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، فلا قطع بسرقته من مال فروعه وأصوله، والمقصود بفروعه هم أبناؤه وأبناء أبنائه وإن نزلوا، والمراد بأصوله هم آباؤه وأجداده وإن علوا، ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر. سادسا، ثبوت السرقة، وتثبت بأمرين، إما بإقراره أو بشهادة عدلين. تنبيه: متى اختل شرط من الشروط السابقة فلا قطع، وإنما فيه التعزير. ختاما عزيزي الطالب، هذا ملخص لما تعلمناه في هذا الدرس. عرفنا فيه معنى السرقة لغة وشرعا، وعرفنا حكم السرقة، وعرفنا حد السرقة، وعرفنا شروط إقامة حد السرقة. مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.